بصي هنتابع. يعني اهلي وزمالك هي مباراة قمة ايا كانت الظروف بقى. يعني هتقولي بقى مباراة ودية، تقولي بقى مباراة اعتزال لاعب، مباراة مش هتفرق قوي في ترتيب الفرق، مباراة اهلي وزمالك بيقعد الناس بتبقى عدلها من الصبح، فاحنا خلينا ايه صراحة مع بعض. ولكن اللطيف في الموضوع انه الفرقتين اهلي وزمالك داخلين المباراة دي هنعتبرها كبروفة، لان الاثنين وصلوا لقبل نهائي دوري ابطال افريقيا، فكلنا محتاجين نعرف جاهزية الفرقتين، النجوم اللي موجودة مستواهم وصل لحد فين، فكلنا هنبقى بنتفرج على المباراة واحنا عيننا كمان على دوري ابطال افريقيا. وصحيح يعني زي ما لميس قالت انه في فرق في النقاط في الدوري، يعني الاهلي بنسبه كبيره يمكن هو الاقرب لحسم بطوله الدوري المصري، ولكن جمهور الزمالك الزملكاويه كمان عايزين يشوفوا فرقتهم، ويمكن وطمعانين كمان انه الزمالك اكيد يفوز بالمباراه النهارده كيعني انطلاقه جديده للزمالك، وكمان يبقوا شايفين مستوى لعبتهم، جمهور الاهلي برضو يبقى شايف مستوى لعبته، فكلنا عايزين نتفرج على مباراه يعني شبه المباريات اللي بنشوفها في الملاعب الاوروبيه. يعني واحنا لسه بنتفرج اهو دوري ابطال اوروبا بايرن وبي اس جي وصلوا للنهائي، ولو الدوري الاوروبي يعني عندك برضو انتر ميلان واشبيليا وصلوا برضو للنهائي، فاحنا عايزين يعني نبقى ما نحسش انه في فروقات كبيره، وعندنا لعيبه تقدم الكلام الحلو ده. المهم ان احنا في الاخر نقول مبروك للي فايز ويبقى فيه روح رياضيه، ونقول هارد لك للي خسران، وعيننا كمان على دوري ابطال افريقيا، وانا متاكد ان المباراه هتطلع حلوه تليق باسم قطبي الكره المصريه ان شاء الله.